فرصة، يعني يوم الأربع اللي فات اتعرضت أولى حلقات الفرصة، وهي تصفية الفرصة من مدينة الأسكندرية. الحلقة اللي قابلنا فيها شباب من مؤسسي الشركات من البحيرة واسكندرية ومرسى مطروح، وطلعنا منها بعدد كبير من القصص والحكايات. مش قادرة أحكي لكم الحقيقة عن سعادتي لما فريق البرنامج وراني ان المحافظة الأكثر بحثا عن اسمي الحقيقة كان، وعن اسم الفرصة خلال الأسبوع اللي فات، كانت محافظة الأسكندرية. فأنا سعيدة جدا ان رسالتنا لأهالي الأسكندرية تكون وصلت من خلال هذا البرنامج، اننا شايفينكو، احنا عارفينكو وشايفينكو ومعاكو وهندعمكو، ونعد جمهورنا بحلقات قوية ايضا من مختلف المحافظات يوم الاربعاء، الاربعاء من كل اسبوع. يعني احنا عندنا حلقة يوم الاربعاء ده التاسعة مساء. الفرصة بيستمد قوته دايما من شركائه، واحنا كل شويه بنعلن عن شريك جديد للفرصه، وسعيده جدا اني اعلن النهارده وللسنه الثانيه على التوالي بنك الطعام المصري شريك برنامج الفرصه للاثر المجتمعي. والحقيقه ان برنامج الفرصه من خلال هذه الشراكه أيضا بيدعم بنك الطعام في أن يصل ويتصل بالشباب من رواد الأعمال المبتكرين، واللي يقدروا يساهموا في تطوير خدمات وأنشطة مؤسسة تنموية بتقوم بدور هام جدا زي بنك الطعام. بنك الطعام من أول يوم وهو مؤسسة تنموية فكرتها بتقوم على الابتكار في العمل التنموي، مهم جدا، وده الحقيقة ده دور مهم جدا لا يقل أهمية عن دوره في القطاع الخاص. مهم أن المؤسسة التنموية اللي بتجمع تبرعات تكون بتضمن كفاءة عالية في انفاقها. التكنولوجيا والتطوير المستمرين ضروريين جدا لتحقيق ده، علشان كده احنا دايما بنكون مبسوطين اننا ومن خلال الفرصة نقدر نساعد بنك الطعام في انه يحقق ده، مش بس انه يدعمنا، ولكن دعمنا لبنك الطعام كمان انه بيوفر فرصة عظيمة لعدد من الشركات الناشئة انها تتعاون مع بنك الطعام، ودي بتكون فرصة مهمة للشركات الناشئة. معي على زوم الأستاذ محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام. يا محسن، أنا مبسوطة جدا أنك معانا للعام الثاني. السنة اللي فاتت عملنا حلقة مخصصة لشركات التكنولوجيا الزراعية، وخرجنا منها بمزارع، شركة ناشئة عظيمة بتدعم صغار المزارعين، وأعلنت إنها هتكون شريكة للبنك، وأنا عارفة إن هم دلوقتي شركاء. احكي لنا بقى عن شراكتكم معانا ومزارع. مساء الفل يا مدام لبيس. وإحنا يعني أنا شخصيا وبنك الطعام المصري إحنا سعداء ومتشرفين، وفعلا يعني في غايه الحماس ان احنا نبقى جزء من السيزون 2 من برنامج الفرصه. والله يعني مفيش اجمل الصراحه من فتح الفرص للعقول المصريه انها تطلع اجمل ما فيها، وتحول الافكار دي لكيانات كبيره تعمر في البلد وتشغل ناس وتفتح بيوت. يعني احنا طبعا في بنك الطعام المصري دخولنا يعني وشراكتنا في برنامج الفرصه، احنا في الاخر مهمتنا الاساسيه هي حسن صرف اموال الزكاه، وان احنا نقدر نوصل للناس الخدمات اللي احنا عايزين نوصلها لهم كل يوم بشكل اكفأ واسرع واكثر قيمه في حياتهم عن اليوم اللي قبله. انت يعني زي ما طبعا كلنا شايفين الضغوطات اللي علينا بالذات على اسعار المواد الغذائيه وعلى كل الاسعار، يعني الصراحه كل يوم نوعا ما في ضغوط علينا. اللي احنا كنا الطرق اللي بنشتغل بيها في الماضي او حتى الطرق اللي بنشتغل بيها امبارح مش هينفع نشتغل بيها بكره. احنا محتاجين ان احنا لازم نشوف ايه اللي في عقول المصريين اللي نقدر نستخدمه عشان نوصل للناس خدمات اكثر قيمه في حياتهم بنفس الموارد اللي عندنا، بل بموارد اقل كمان، عشان نقدر يبقى عندنا موارد كافيه نكمل خدمه للناس ونقدر نفتح كمان خدمات لناس غيرهم. شركتنا السنه اللي فاتت اللي انبثقت من برنامج الفرصه كانت يمكن من اهم الشركات اللي احنا عملناها في بنك الطعام المصري. احنا طبعا هدف اساسي من اهدافنا في بنك الطعام هو دعم صغار المزارعين، واحنا لما بندعم صغار المزارعين بيبقى عندنا هدفين في غايه الاهميه. الهدف الاول هو ان انا احول صغار المزارعين من ناس ممكن تكون محتاجه مساعده الى مناحي للزكاه، ويقدروا يشغلوا ناس معاهم ويكبروا. والهدف الثاني ان انا اقدر في بنك الطعام المصري اضمن سلسله الامداد بتاعتي، واضمن ان انا اوصل للمنتج اللي بديه لناس ثانيه غير قادره على العمل باحسن تركيبه سعريه وباحسن جوده.
شركة مزارع بتعمل نفس الموضوع بالظبط، بس هي من ناحية انها شركة، فهي بتعمله عشان بتساعد صغار المزارعين، وبتقدر تاخد المنتجات دي وتبيعها لشركات تانية وتكسب فيها، وانا بدعم صغار المزارعين عشان اخد منتجات كويسة واحطها في كرتونة واقدر اديها لناس تانية ما بتشتغلش. احنا تلقينا في الحتة دي، مزارع عندها الخبرة وعندها البنية التحتية التكنولوجية انها تقدر توصل لآلاف الفلاحين، وهي دي مهمتهم الأساسية. فاحنا اندمجنا سلسله الامداد بتاعتنا مع سلسله الامداد بتاعتهم. وانا يمكن لسه النهارده كنت بكلم يعني حسين يعني بمسي عليه طبعا من خلال البرنامج، وغالبا السنه الجايه كمان احنا عملنا كذا تجربه ناجحه جدا، يعني اهمها كان في محصول الفاصوليا، يعني وفرنا كل احتياجات الفاصوليا بتاعتنا يمكن من خلال شركه مزارع. والسنه الجايه انا متوقع ان احنا يمكن هنحول اكتر يمكن من 80% من السبلاي بتاعنا من خلال مزارع للمزارعين الصغيرين في جمهوريه مصر العربيه. بتقدموا لنا ايه بقى في الفرصة السنة دي يا محسن؟ بص احنا السنه دي داخلين، يعني احنا طبعا بنك التعاون المصري برضه السنه دي عن السنه اللي فاتت احنا انظمتنا تطورت يعني بشكل مضطرد، ونطاقنا الجغرافي برضه اتطور جدا. انا متوقع ان احنا السنه دي ممكن يبقى فيه شراكات يعني غير تقليديه نوعا ما، لان احنا برضه الطريقه اللي احنا بنوصل بيها للناس، انت عارف احنا بنخدم مئات الالاف من المصريين كل يوم، يعني في اكتر يعني في حوالي 3000 قريه في مصر في 27 محافظه. الطريقه اللي احنا بنخدم بيها الناس دي فيها جزء كبير جدا ان احنا نقدر نحسن كفاءتها، ونقدر نوصل للناس اسرع، ونقدر نوصل للناس بشكل نقدر نحدد الاحتياج بشكل ادق، ونقدر نوصل للناس بشكل ارخص. فانا متاكد ان التكنولوجي ممكن تلعب دور كبير جدا انها تحسن فعاليتنا وكفاءتنا، وبالتالي انها فعلا زي ما انا يعني على طول بقول للناس اللي معايا في بنك الطعام كل يوم لازم نشوف ازاي نقدر نحسن صرف اموال الذكاء اللي احنا مؤتمنين عليه. يعني انتوا بصراحة عندكم رسالة مهمة جدا بتقدموها لنا دايما من خلال الفرصة للشركات الناشئة وللقطاع الخاص عموما، وهي الاهتمام بالمسؤولية المجتمعية. نصيحتك بقى ايه لشباب رواد الأعمال عشان لا يغفلوا هذا الدور، خاصة حتى لو كانوا لسه في بداية مشوارهم؟ سؤال جميل جدا. بص لا يصح يعني باختصار شديد لا يصح الا الصحيح، والشركات اللي هي بتعرف فعلا انها لازم ترد الجميل للمجتمعات اللي هي بتكسب منها هي الشركات اللي بتعمر وبتسستين. يعني حضرتك عارفه طبعا في يعني في الدول الغربيه يعني مجال المسؤوليه المجتمعيه بقى خلاص حاجه انافيتبل، يعني خلاص بقت حاجه حتميه ما فيش شركه تقدر تستغنى عنها، لانهم عرفوا بالتجربه وفي احيان كتير كانت تجارب مريره انهم لما يبقوا طيبين مع المجتمعات اللي بيشتغلوا فيها ويردوا الجميل حتى لو اخطاوا المجتمع بيسامحهم، وان هم لما العملاء بتوعهم بيحسوا ان دي شركه طيبه وشركه قلبها على الناس، مش بس مجرد انها بتحاول تاكستراكت ارباح، في الاخر العملاء بتوعهم بيتعلقوا بيهم اكتر وبيفضلوا منتجاتهم عن منتجات منافسين ليهم بس ما لهمش دور اجتماعي. ده طبعا يعني باختصار شديد يعني، لكن في الاخر الشركه اللي فعلا عندها قلب من جوه مش مجرد ماكينه هي الشركه اللي بتعمر وتكسب في الاخر. قلب، حلوة دي يا محسن، الشركة اللي عندها قلب هي دي اللي هتعمر. شكرا محسن سرحان رئيس تنفيذي لبنك الطعام المصري، مستنياك يا محسن، اكيد هتبقى يعني جادج تاف برضو معانا، بس انا عجبتني قوي الشركة اللي عندها قلب، هو ده لازم كلنا يبقى عندنا قلب.